المركز الألماني لإبادة الحشرات والقوارض. على مدار خبرات العمل السابقة والحالية، أثبت المركز الألماني جدارته بمجال المكافحة والإبادة. شعارنا هو الثقة والأمال. أسباب ظهور الحشرات بحياتنا: اختلاف في درجة الحرارة العالية، عدم الحفاظ على نظافة المكان بشكل مستمر، ترك المخارج مفتوحة، الأبواب، النوافذ وبلعات الصرف. مكافحة جميع الحشرات. معرفة مخاطر الحشرات: تسبب للإنسان والبيئة أضراراً وإزعاجاً كبيراً، تعرض الإنسان للأمراض الحساسية وقد تؤدي إلى الوفاة، كما أنها قد تلحق الضرر بممتلكاتنا وتؤثر بالسلب على عملنا. لا تدع الحشرات تزعجك وتؤثر على حياتك. لمكافحة وإبادة الحشرات مع المركز الألماني: معرفة نوع الإصابة ومدى خطورتها، معرفة طرق الوقاية الاحتياطية، التواصل مع خبراء المركز الألماني. للتواصل والاستعلام تواصل معنا على 010-032-44-33 أو 012-4-8052.